تحية لكل مشاهدينا وكل جمهور نادي الأهلي ونادي الزمالك، لأن النهارده الحقيقة يوم عظيم ويوم تاريخي. يعني كرة القدم والألعاب الأخرى والألعاب الجماعية في قطبي الكرة المصرية ما بتكتملش إلا بهذا الظهور الجيد جدا والجميل جدا. النادي الأهلي هنا في ضيافة نادي الزمالك. أستاذ هاني شكري طبعا عضو مجلس الإدارة، بنرحب بيك في البداية، سعداء بتلبية الدعوة بالنسبة للنادي الأهلي ومن طلب الدعوة الأول كالعادة من نادي الزمالك. علاقات تاريخية بتؤسس على أسس كبيرة جدا. النهارده يوم عظيم الحقيقة، احتفاء كبير جدا، أجواء اليوم وكواليسه، وشايف النهارده زيارة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته نادي الزمالك إزاي؟ أولا تحياتي لجمهور الأهلي ومشاهدين قناة النادي الأهلي، وده الطبيعي زي ما اتقال. علاقة ما بين الزمالك والأهلي ممتدة بقى لها أكثر من 100 سنة، وده الطبيعي ما بين الناديين كإدارة وجمهور ومشجعين، فده الطبيعي. اللي كان بيحصل ده مش الطبيعي. فأنا سعيد جدا بزيارة وتشريف مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده لينا، وده لصالح الرياضة المصرية كلها لما يبقى في تفاهم وتعاون ما بين أكبر ناديين في الشرق الأوسط وأفريقيا. ده هيعود بالنفع على الرياضة المصرية كلها. تحياتي مرة أخرى لقناة النادي الأهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي اللي شرفنا النهارده. ملف الاعلام ملف مهم جدا، ويمكن بيسبب عبء كبير جدا على اي حد، ويمكن الحقيقه كمان مكلف بهذا الملف. اعلاميا الرساله دي مردودها هيبقى عامل ازاي بخبره هاني بيه؟ طبعا حطينا في الاجواء دي، اللي دي مهمه جدا توصل للجمهور. عايز اقول لك انه ملف الاعلام احنا ابتدينا نشتغل فيه، والحقيقه لسه نتائجه يعني في فتره قريبه ان شاء الله تبان. الإعلام ليه دور كبير جدا إنه يهدي ما بين الجمهورين والتعصب اللي مالوش وجود، زي ما حضرتك شفت النهاردة. أعضاء مجلس إدارة أصحاب ناديين، يعني صحاب ومعارف من بره حتى الوسط الرياضي، وما عندناش أي مشكلة مع بعض، وبالعكس يعني إحنا بننبسط نقعد مع بعض. الجمهور لازم يعرف إنه الرياضة هي أخلاق في الأول والآخر، والمنافسه ما فيش مشكله، كلنا نتنافس ونحب ناديينا يعني، انما في اطار من الاحترام والاخلاق. دي ما ننساش القصه دي. ما فيش نهضه رياضه بتبني على التعصب. وانا اعتقد انه بعد الزياره دي مردودها على الرياضه المصريه كلها هيبقى بوزيتيف ان شاء الله.